قتل 289 مسلحا تابعا لتنظيم داعش مع تدمير 40 عجلة هو ما حققته القوات العراقية، وبإسناد جوي بلغ أكثر من 108 طلعات لوحدات طيران الجيش والقوة الجوية في عموم قواطع العمليات في محافظات صلاح الدين وديالى والأنبار وقضاء تل أحفر ومصفى بيجي، إضافة إلى اعتقال عدد من المسلحين في سامراء والاستيلاء على عجلات. بحسب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة خلال إيجازه الدوري الأربعاء، عمليات صلاح الدين تم قتل 48 إرهابي، وبضمنهم طبعا 8 من قيادات داعش، وحرق 5 عجلات من المجموعة التي قامت بالتعرض على مصفى بيجي. وأيضا ما نؤكد بأن مصفى بيجي هو تحت سيطرة القوات الأمنية بشكل كامل. في محافظة الأنبار تم قتل 22 إرهابي وتدمير 6 عجلات مختلفة، وهذه العجلات كانت محملة بالأسلحة والذخيرة الحربية. كما أكد عطاء أن القيادات الأمنية ستعمل على إعادة تنظيم القطاعات العسكرية المنسحبة وتهيئة قطاعات جديدة مع زيادة الجهد الجوي ورفد الوحدات بقوات النخبة، مشددا على سيطرة القوات الأمنية على منفذي الوليد مع سوريا وطرابيل مع الأردن. لقيادة عمليات سامراء منطقة القلعة تمكنت من إلقاء القبض على 5 من الإرهابيين واستولت على 13 عجلة، وهذا العجلة أو هذه العجلات تسمى نوع عذار التي تستخدم من قبل الدواعش، تركب عليها الأحادية. وفيما يتعلق بملف الخبراء والمستشارين الأمريكيين، أكد عطا تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع القادة الأمنيين العراقيين لإدارة الأزمة الأمنية، تنسيق حول تبادل المعلومات، ونأمل بأن يكون هناك تدخل حقيقي ومساعدة حقيقية للقوات الأمنية العراقية. مشاركة واشنطن بفريق من المستشارين العسكريين للتصدي لعناصر تنظيم داعش في عدد من المحافظات الشمالية والغربية أثارت ردود أفعال سريعة بين صفوف المراقبين. أكيد مساعدتهم وتدخلهم احنا في حاجة كبيرة إلها في هذا التوقيت، شيء إيجابي. وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش في محافظة نينوى، أكد عطاء أنها ستنطلق قريبا بمجرد الانتهاء من التخطيط لها. محمود فؤاد، الحرة، بغداد.